هو لسه ترتيب الشقه ما رجعش زي ما كان؟ احنا عينينا خدت على شكل ونظام معين، ومش من حق بابا ولا جنس مخلوق يغيره. عز الدين، انت كنت بتكلم امك كده؟ امي؟ وبعدين انت ايه اللي مضايقك في ترتيب البيت؟ انت مش عايش فيه ليه؟ ما احنا بنتجمع هنا كل جمعه على الغدا. وبقالكوا كام جمعه يا ست هدى؟ قصدي كام شهر ما عملتوهاش وجيتوا تتغدوا مع ابوكوا. بقولكوا ايه، ما تيجوا نروح. من فضلك يا سوسو، حط العصير هنا. حاضر يا ستي. اتفضلوا يا جماعه اشربوا العصير. لا بقى سوسو وبنتعزم على العصير ده، السيستم كله اتغير يا عز الدين. كويس قوي، احمد ربنا انه تسمح لكم تملوا على اونكل ونيس البيت. لا ومعتز ما شاء الله مظبطه له كل حاجه. شفتوا الورد؟ لا لا مش هستحمل. اوعى خالتي. واللي عاجبني في معتز اكتر كلمه واحده على لسانها، خدامتك وعند رجلك يا ونيس. بابا تاخر قوي. اكيد طبعا معتز عارفه خط سيره. هو اتصل بياسمين يسألها على حاجة، مش عارفة ايه الأسرار اللي بينهم دي. يا ربي البروجي ضرب بدري، ده احنا الظهرية. مساء الخير بابا ونيس. ماما ميسا، احنا ولادكم رفعنا راسكم. صوت من الماضي. ياسمين، ياسو، جاسمين. بابا احنا كلنا جايين النهارده عشان نتغدى معاك، بس بسرعه عشان انت عارف عندي زباين كتير قوي في المكتب. طب ما قلتوش ليه يا جماعه عشان نعمل حسابكم على الغدا؟ فعلا انتوا بقيتوا ثلاثه زياده علينا احنا. الحمد لله على سلامتك يا بابا. بابا سربرايز، مفاجأة. قبلك معايا مفاجأة. اتفضلي، اخترتهم لك بنفسي. عشاني أنا؟ أيوة، عشان لما تروحي امتحان الإذاعة. الإذاعة؟ واضح إن المسألة بقت سبهللة. هي هتبقى مذيعة برضو؟ الله، ذوقك هايل يا ونيس. لا وشوفي الجزمة والشنطة، هيجننوا مع الفستان. متشكرة، متشكرة قوي يا بابا. شايفة؟ شايفة اخواتك فرحانين بيك ازاي؟ مبروك يا حبيبتي، انا هجهز لكم الغدا حالا. وما جبتش حاجة المعتزة ليا انا؟ فلتت منك دي يا انكل، دي حتى معتزة شغالك البيت على دماغها. انا مهتم ومركز مع ياسمين. طب حقيس الفستان واجيلك. لا وعايزك تيجي بالجزمة. ها؟ التاريخ بيعيد نفسه. مش ده شبه الفستان اللي جبته المجبورة؟ حرقت دم أمي الله يرحمها. لا وموف، الله يرحمك يا ماما ميسا. ايه مالكو؟ ايه اللي مضايقكوا؟ لو ماما ميسا عايشة كانت هي كمان هتهتم بجاسمين. لا والله. لا وانت مهتم بواحدة شبه مجبورة قوي. جرى ايه يا عز الدين؟ وحشك الحب الأولاني ولا ايه؟ ركز في حرية يا أخي، ركز في حرية، ومش عايز خناق، مش عايز خناق. طب انا عايز مبلغ عشان يحل لي مشكله، هطرح البوم تاني. تطرح والبوم تاني؟ هو انت طرحت الاولاني وجمعته عز الدين؟ مفيش فلوس، انا مزنوق وانت شايفني عمال ابعتر هنا وهنا وهنا ومش ملاح، واخوك شرف الدين ضاغط عليا محتاج فلوس. ساعده يا بابا، اكن فستان وجزمه، عز الدين ابنك برضو. سيبك منه عز الدين، انا هساعدك بمبلغ، انا دخلي بقى كبير قوي دلوقتي. والله دخلك كبير بقى، عندك زباين كتير يلا. ها انا مش محتاج مبلغ كبير، انا هوفر في الدعايه. هدى تستضيفني في البرنامج بتاعها اطرقها على طول، وانا هعمل ريبورتاج في الجورنال. برافو برافو، شله شله حواليه. يعني انتوا مقتنعين بغناء عز الدين عشان تعملوا له دعايه وتساعدوه. حسبي الله ونعم الوكيل، استغفر الله العظيم. سيبك من الغنى ده، عليه تنطيط زي العيال بتوع الراب اللي بيتنططوا اليومين دول، يفرق عنهم في ايه؟ تتعاملوا معاه لانه عليه محافظ. هتشوفوا لما تروحوا. تطرح ايه؟ وينك
واو تحفة. تصور يا بابا كنت مش عارفة ألبس إيه، كنت مكسوفة قوي. عشان هدومك مبهدلة يعني؟ هدوم فقيرة؟ مش مشكلة، مش مهم اللبس، المهم صوتك. اللبس اللي عليكي ده مجرد ديكور، انما لو كان اللبس ده على صوت حمار مبقالوش اي قيمه. ايه ده، هي الاخت ياسمين زميله بتغني يعني؟ غني يا ياسمين. الله يا ياسمين تحفه. يلا بقى بالفستان الحلو ده سمعينا حاجه. بصراحه انا مكسوفه. لا 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 مفيش كسوف، كسوف ده ايه. يلا غني. اوعى اوعى كسف يا اخي كسف. يلا غني. بجد انا مكسوفه. طبعا في وجود الخبره والحداثه هيبقى صعب. هتتكشف مش هتتكسف. اخلص غني يا ياسمين، غني الاغنيه اللي انا بحبها. يا اعز واخلى واطيب قلب، فسر للعالم معنى الحب، وانشوروا وقالوا عليك طيب، خليك هنا من قلبي قريب. يا أعز وأغلى وأطيب قلب، فسر للعالم معنى الحب، ونشوروا وقالوا عليك طيب، خليك هنا من قلبي قريب، وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طبت القلب بتتعيب. يا طيب حبيتك أنا، حبيتك أنا، مع إن الحب اللي جمعنا ما بقاش له مكان زي زمان أبدا ولا معنى. خد قلبي وهات قلبك هاته، يا ابو قلب حياتي في دقاته، الحب ده عقد من الياسمين، وقلوب العشاق حباته، الحب ده عمره، وغيرك مين يقدر يسعدني في أوقاته، صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته. إيه يعني يقولوا عليك طيب، بس انت تكون مني قريب. يا أعز وأغلى وأطيب قلب، فسر للعالم معنى الحب. بابا انت بتعيط؟ هايلة. هتبقي هايلة وهتبقي عظيمة أكتر. بس أرجوكي لو هدى طلبت منك تعمل معاكي لقاء تلفزيوني، أو حورية عايزة تتلمع وتعمل معاكي موضوع صحفي، أرجوكي توافقي. وأنا ما عنديش مانع تعملي معايا دويتو. الحقيقة أبوك هو اللي شجعها واداها الثقة في نفسها لأنها تستحق. أنا فعلاً اتمنيته يكون أبويا بجد. يا بختكم بابوك ونيس. سيبوكم الأستاذ ونيس، أنا بقى جايب لكم مستثمر هيخلص وفلوسه جاهزة. بس انت اشرح له اختراع من اختراعاتك يا حلوم. أشرح لمين؟ أشرح لمين؟
ده مش فاهم اسمي حلقوم يعني ايه؟ هيفهم اختراعاتي؟ مش مهم يا حلقوم، المهم انه هيدعم ان شاء الله اختراع واحد من اختراعاتك. انا كمستثمر مش نهن افهم، المهم اعرف المكان اللي عايش فيه المخترع، وده فعلا مكان يطلع مخترع. او سنكري المهم اعرف الاختراع ده هيتكلف كام. طب لا مؤاخذه يعني يا عبد الله بيه، انت عايز تصرف فلوسك ليه في اختراعات؟ جرايه يا حمديه، ده انا ما صدقت افهمه من المكتب لغايه هنا واقنعه. فعلا ده حصل، هو قال لي شوف لاي مشروع اصرف فيه كل اللي معايا. فعلا ده حصل، وده لسددين. السدد الاول ان اعمل حاجه تفيد الدنيا والناس، والسدد التاني ان ادقع الحديده عشان خليل يطلع نقده على سونا. لا فعلا ذكي وبتفهم. يلا طلع له حاجة. اتفضل يا سيدي. امسك استبعدوا دول. ليه؟ وقعوا على الأرض توسخوا. الكشاكيل اللي قدامك دي متسجل فيها كل اختراعاتي. كل اختراعاتك في الكشاكيل اللي عارفينا دي والنتردة؟ سيبك من الكشاكيل لو كانت مش عاجباك. وسيبك من اسمه ومن شكله لو كان مش عاجبك، ركز في أفكاره. الكشاكيل دي مبهدلة ومطربة يا عبدالله بيه، لأن بقالها سنين طويلة مش لاقي حد يحقق الاختراع واحد منهم. فهمت، يعني انا الحنار الوحيد اللي هينفذ كل اختراعاتك. ده اهم اختراع، وتراجع من اساتذة الجامعة كتير في كافة التخصصات. هشرحهولك. نسنهن انه هن ده هيتكلف كام؟ لا يا استاذ عبد الله، لازم تعرف اللي هتصرف عليه. خلاص اسرح، ما انا مش هفهم. ده يا سيدي عبارة عن جهاز صغير بيتركب على القورة زي البندانة، الشريطة دي العراقة اللي بتتحط على الدماغ دي، وبيتصل بمخ الإنسان. خد بالك، أي بني آدم بيتكلم في أي موضوع بيبقى فيه مئات المواضيع والصور والأفكار اللي بيبقى مخبيها وما بيطلعهاش. بيقول بس اللي عايز يقوله وفي نفس الوقت بيخبي الباقي. الجهاز ده بعون الله ولا إله إلا الله وحدوا الله لا إله إلا الله. الجهاز ده يخلي البني آدم يقول الأفكار والصور اللي مخبيها، يعني يقول اللي عاوز يقوله وفي نفس الوقت وبدون ما يشعر يقول اللي مش عاوز يقوله. لا 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 لا، الجهاز ده مش هيمشي معنا في السوق. بالعكس، الجهاز ده معمول مخصوص لمرشحين الرئاسة. يعني مرشح الرئاسة هيقولوا اللي مش عايزين يقولوه؟ يا دلوكسة، ده هيبقى فيه فضايح. يعني ونيس جايب شرف الدين لجوازك يا بهيرة، وزكريا جاي يطلب ايدك يا شهيرة. ايوه يا عم. ليه؟ في حاجة؟ يا عيني يا عيني عليك يا ونيس، يا عيني عليك يا حبيبي، ويا صدمتك يا شاكيرة. ورايا يا جليلة بسرعة. مدي يا اختي مدي. ايه ده يا ماما؟ انت شلتي صورة بابا؟ انت اول مرة تعمليها. ايه؟ في ايه؟ دي صورة المخلوع. مخلوع؟ صورة المرحوم. بيتي يا جليلة، حطي صورة المرحوم شاكر في اوضتي عشان يفضل قدامي على طول. ايوه ده انا نسيت، ده انت حتى قلتي لي خفيها في دولاب الخزين. امشي قطعي لسانك قليلة الادب. انا بس مش عاوزه اكهرب الجو. انت بتشيلي صورة اخويا يا شاكيرة؟ ده انت كده كهربت الدنيا ودخلت السلوك في بعض. بس الليله دي كله هيتصلح.
هو نيس جه؟ مساء الخير. مساء الخير. في ايه يا زكريا؟ انت هربان؟ لا اصل انا جاي من اسكندريه، قصدي جاي من اسكندريه على هنا حالا. ازيك يا زكاروتا؟ امال فين ونيس؟ معرفش. يا زكريا. اصل زكريا جاي يتكلم مع حضرتك ومع عمي باهر في موضوع يخصني. وده وقته برضه، يعني حبك الليله دي؟ انا مش فاهمه، يعني لو الكلام على الشركه او الفلوس نبقى ناجله. اهلا يا اخ زكريا الاول. ده اكيد ونيس. اهلا يا انت، اتفضل. ازيك يا شرف الدين؟ مساء الخير باهر. باهر اهلا. وحشتني. انا نفسي اقعد معاك. وحشتني. واضح ان انا هوحشك على طول، مش هتشوف وشي تاني. وحشتني يا ونيس، وحشتني قوي قوي قوي. انت جرب اقرا. انت جايب معاك الدكتور ليه؟ انا كنت فاهمه ان الكلام هيبقى عنضيق بصراحه كده. يعني انت كاسفني ومكسوفه انا قوي. لا، الكلام في المواضيع دي لازم يبقى على الملأ قدام الكل. مظبوط. وهو الجواز ايه غير اشهار؟ يا جليله، جليله، يا جليله، جليله تعالي عشان تنضفي التراب مطرح صورة المرحوم بعد ما شلتها لحد ما احط صورة تانية ان شاء الله. ماما، الدكتور شرف الدين جاي يتكلم معاكي انتي وعمي باهر في موضوع يخصني. اهلا يا دكتور شرف. اهلا يا عمي. الثاني. وده وقته؟ انا مش فاهمة انتوا مسرعين على ايه. بنات بطني ما فيهمش خير، قاسين عليا وحنينين على الغير. اتفضل يا ونيس، اتفضل. نخف شويه، نخف شويه من الامثال، مش هنضيع الليله في امثال. ايه يا مدام؟ تحب تتكلم الاول يا زكريا ولا شرف الدين؟ لا، انا من رايي الانفذ الاول. اهلا زكريوتا. اهلا. نسمع زكريا الاول. الحقيقه انا كنت عايز اقول. انا مش فاهم، معلش. انا عندي هنا شتاء، وليه عندك صيف؟ هو في وجود يعني انكل ونيس معانا، انا كنت عاوز احسم الموقف. انا كنت عايز اطلب ايد شهيره. يا نهارك مهبب اسود من الزفت قبل ما تمشي عليه العربيات. الاول. انت اتجننت يا واد. انت عاوزني اوافق انك تهد اسره وتخلينا كلنا نخسر بعض؟ زكريا، للأسف انت لو كنت حبيتني بجد ما كنتش هجاريك، كنت هصدك والموضوع يخلص. لكن لما اتأكدت انك بتستغلني عشان تخلي جهاد مراتك تغير وتستفزها بيا عشان تنزل مصر وبعد كده ترميني، قررت اديك درس وعرفك اني خدت قلمين قبل كده ومش ممكن اخد التالت. انا بحترم انكل ونيس اللي رباك ورعاك، وانت للاسف ما عملتوش كأب. ده هتدفعي تمن، ده غالي قوي يا شهيره. فعلا جهاد برقبتك. استنى يا زكريا، انت كنت عايز تحرق قلب بنتي. انزل استناني تحت. تفضل.
مش عايز احاسبك واحرقك قدامهم. ماشي يا انكل. شاطره شاطره يا شهيره يا بنت بطني. هم الناس في الناس وهم الاقرع في الراس. خش خش يا شرف الدين انت راخر. طنط شاكيرة، انا مش زي زكريا، وبعد موافقه بابا ونيس انا بتقدم لك وبطلب ايد بهيره. وانا بحب وموافقه. الثاني جرى ايه يا امين الانتقام انت؟ ايه الحكايه من ساعه ما دخلت عملت عد الاول الثاني في ايه؟ وماله وهو انا هلاقي نسب يشرفني احسن من ابن ونيس؟ وبكده بقى هنكون عيله كبيره بحق وحقيقي. مبروك مبروك يا شكيرة هانم. الله يبارك فيك يا ونيس. مبروك يا باهر. خلاص كده بقينا نسايب. لا لسه 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 ايه؟ مش تقول بقى الباهر السبب بقى اللي انت جاي عشانه؟ انا قلت ان انا جاي علشان اجوز شرف الدين ابني لباهرة بنتك. الثالث فضلوا يا ابو فيل فضلوا. اخلع ونيس اخلع. استنى عندك. يعني انت لما قلت لي ان انا عايشه في فراغ وان انت هتملاهولي ما كانش قصدك انك تتجوزني؟ ما تنطق ونيس. الحقني يا ونيس، خالتي تفيده بتموت. الحمد لله، قصدي انقذتيني. حبيبتي حبيبتي يا خالتها حبيبتي. اسمك فينك يا ونيس؟ ونيس مش هيهرب. عم ونيس المرة دي مش هيقدر يهرب. مطوع قال ان تفيدة خالة معتزة بتودع، يعني في اوضة بتفضى عنده في الشقة. يعني قصدك نروح نعيش فيها عنده؟ ايوه، ناخد الكتب وكشاكيل الاختراعات والصيني والتلفزيون اهو، ما نخشش عليه بايدينا فاضية. اكيد الحاجات دي هتفرحه يا حلقوم. ده محدش من اخواتي سأل فيا ولا حد فيهم فكر ينقذنا من العيشة اللي احنا عايشينها دي. التباتة الرزالة الغتاتة اكيد هتحرج عم ونيس. لا 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 يا حلقوم، انا مش عايز احرج نفسي. يعني انا بقول نستنى شوية، لو ربنا اراد وافتكرها ساعتها نفكر في الخطوة دي. هيفتكرها، الست مريضة والموت ليها رحمة، وهترتاح واحنا كمان نرتاح. يا رب يا رب انت معاها يا رب. اهدي اهدي يا معتزة، مش كده مش كده، ان شاء الله خير. لو خدت راحت مني يا ونيس خلاص مش هيبقى لي حد. لا حول ولا قوة الا بالله. جاهلك يا معتزة، ربنا موجود وانا حتى جنبك. طب وخالتي بتوع الاسعاف ما طلعوش بيها لحد دلوقتي ليه؟ ليه؟ عشان خالتك مجنناهم، قافلة عن نفسها الدولاب ورافضة تنام على النقالة بتاعتهم. قال ايه عايزاهم يشيلوا السرير اللي هي نايمة عليه. معلش دلوقتي هيقنعوها، أول ما يطلعوا بالنقالة تاخديها على مستشفى جري وأنا هحصلكم. اتفضل اتفضل من الباب من هنا. مع السلامة يا غالية. اهدى التاكسي ده بطيء كده ليه؟ تاكسي؟ لا التاكسي مستنيكي تحت. إن شاء الله سليمة وترجعي تنكفي فينا كلنا تاني. ونيس لو جرى لي حاجة معتزة وياسمين في رقبتك ربنا هيسألك عليهم يوم الدنيا. ونيس معتزة طيبة بتخاف عليك، وياسمين هترفع راسك. طيب ممكن ننجل شوية ما تبطئيش لأن في اتنين رجالة شايلينك، يعني اطمني اطمني يا ست فيدة. معتزة وياسمين أمانة في رقبتي وفي عينيا. اطلع. رايح فين راجل الإسعاف؟ احنا مستنيينك تخرج من الباب هنا. اتكل على الله.